ولإثراء النقاش حول هذا الملف أرحب بضيفي هنا في البلاطو الأستاذ صالح بلوصيف الخبير الاقتصادي. مرحبا بك سيدي، شكرا على قبول دعوة برنامج النشرة الاقتصادية في قناة الجزائر الدولية. ربما السؤال الأول أستاذ صالح بلوصيف، بما أنك تدرك خبايا القطاعات التي سنتحدث عنها، القطاع الاقتصادي والنسيج الاقتصادي في الجزائر، أستاذ صالح بلوصيف، كيف نقرأ حزمة الإصلاحات التي تسعى لها الجزائر للقيام بها مع مطلع السنة المقبلة؟ وبدي هذه بدء بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أهنئ لكم هذا المولود الجديد. شكرا. خاصة على البعد الدولي تاعه، حقيقة كان يعني خاص النسيج الصحفي ولا خاصة التلفزي مثل هذا المولود، أبارك لكل العائلة. شكرا. أهنئ الجزائر وأبارك لها كذلك هذا الموعد الطيب وهو الانتخابات المحلية، وهي تستكمل مسارها وتثبت أقدامها من أجل إرساء تنمية ومن أجل إثبات وجود وإثبات قوة في المنطقة ولما لا في كل العالم إن شاء الله. نرجع للأن لسؤالك، ما ركزتش معي على الإصلاحات. مسألة الإصلاحات أستاذ صالح بلوصيف، هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وكذلك النقدية وعد بها الرئيس سيد عبد المجيد تبون. حقيقة هو يعني لما تشوف أنت المؤشرات، يعني المؤشرات الاقتصادية بعد 20 سنة من التجارب، بعد 20 سنة من الخطط، وننظر للنتائج خاصة مع يعني هذا الوباء اللي هو وباء كورونا، يعني كل اقتصاديات في العالم تراجع نفسها من أجل التغيير ومن أجل التحسين. أما نحن كنا تكلمنا خاصة فيما يخص الاستثمار وفيما يخص فتح أبواب الاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية وما إلى ذلك، تشجيع الاستثمار المحلي. السيد الرئيس يعني تكلم في عدة يعني محاور، حتى في محور الخلية الأساسية اللي هي الخلية البلدية، اللي هي الوحدة الصغيرة ولا القاعدة اللي منها تنطلق مؤسسات ولا هياكل الدولة، يعني وين يكون التمثيل. هو حقيقة لأنه كل خبراء وكل رانا متفقين باللي النتائج تحتم علينا نراجع، عندنا اقتصاد ما عندوش جاذبية، ما عندوش مثال، لم يلبي حاجيات السكان، ما زلنا نعتمد على الاستيراد بالرغم أنه اقتصادنا يتعلق يعني بالمحروقات باستخراج المواد الأولية دون تحويلها وتصديرها. تبقى مثل هذه الاقتصاديات في كل وقت لازم لها تراجع نفسها ولازم لها تحين قوانينها، لأن النتائج تفرض عليها النتائج. مدام النتائج سلبية، مدام هذه الاقتصاديات لا تستطيع تلبية حاجيات سكانها، لا تستطيع أنها تنافس، لا تستطيع أن تفرض نفسها من أجل الاستقرار، من أجل رفع مستوى المعيشة، من أجل خلق مناصب شغل، من أجل تثبيت السكان، من أجل صحة، من أجل ثقافة، من أجل متمدرس. يعني كل هذا يعني النتائج والأرقام تقول باللي لازم نراجعوا المنظومة الاقتصادية. لماذا؟ لأنه عندنا كل الشروط، نحن يليق نسأل أنفسنا ولماذا هل تتوفر في الجزائر كل الشروط أستاذ صالح بلوصيف لانطلاقة اقتصادية والابتعاد عن القبعة النفطية التي الشروط متوفرة من حيث الموارد، من حيث الموارد البشري، من حيث الموارد الجغرافي، الموقع الجغرافي، من حيث الموارد الأولية، لكن لابد لنا من بذل جهد كبير في الجانب التنظيمي، لابد لنا من بذل جهد كبير في إرساء صناعة اقتصادية، صناعة تحويلية أو صناعة مؤسسات في المستوى، من أجل إرساء فلاحة تنموية مستدامة، من أجل ربما تنافس اللي تنافس ربما كل المنطقة. في التاريخ القريب كانت الجزائر يعني هي اللي تصدر عدة موارد فلاحية، من أجل كذلك سياحة، ونحن نزخر بهذا البلد القارة زوج ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانين ألف كيلو متر مربع، كل تقريب خمسين كيلو متر مربع بمزايا بلباس بشكل، هذا كله مخزون. كذلك هذا المخزون البشري فوق من 200 إلى 250 ألف خريج جامعي، قرابة 10 ملايين متمدرس، كل هذه الجامعات، كل هذه المراكز الصحية، كل هذه الطرقات، كل هذا التنوع في النقل، كل هذا التنوع يعني في مخص ربما درك حتى المستوى، ولو نبقى ربما شوية متأخرين، لكن لابد أن بالدفع بعجلة الرقمنة ودخول ولوج هذه. والآن بصراحة من ربما القطاعات التي تحدث عنها أستاذ صالح بلوصيف رئيس الجمهورية عن مسألة قطاع الرقمنة كانت في كل مناسبة على رقم القطاعات، بداية بالسنة الحالية كانت تكلم في 2021 على رقمنة العديد من القطاعات لضمان مثلا تحديد سياسة الدعم الدرجة الأولى قبل بداية الحديث عن الدعم الموجه كذلك. نعم، أنا نقول لك ربما ما زال ما شفناش النتائج تاعها، لأنه هذه كلها تتعلق بحركية اقتصادية، تتعلق بالمواطن في حد ذاته. ساعات المواطن هو ماهوش مستجيب،
مازال ماهوش رقمي بالرغم ان الرقم من الادارات ورقم كذا، لكن اللي يبقى لا يثق في مثل هذه، لا يثق، ما يعرفش حتى يعرف فيسبوك يعرف كذا. فربما لابد من بذل جهد من اجل النشر، من اجل مكافاه الانسان اللي يستعمل مثال هذا الرقمنه وهذا الوسائل الالكترونيه على ما هو معمول به في كل، يعني باش تحجز في نزل بالجانب الالكتروني تكون تقريبا 20% اقل لتشجيع الناس باش يستعملوا. بقينا احنا درك مجتمع، ولو انه هي تجربتنا مع ناس سنوات، لكن فيما يخص الستارت اب، فيما يخص المؤسسات الناشئه، الجزائر اهتمت على ما هو يعني حتى في المنطقه وبكل افتخار انها خطات خطوات كبيره. انا نظن في القريب العاجل راح تعطي نتائج كبيره. مؤسسات الناشئه والستارت اب موجودين بكثره في الجزائر اليوم الان، حتى براءات الاختراع، لكن هي سابقه يعني ما كانش هنا ابتكارات موجوده الان، مثل ما شاهدنا مؤخرا في المعرض الوطني لابتكارات للشباب، شاهدنا العديد من النماذج. استاذ صالح باللصيف كانت قناه الجزائر الدوليه غطات مثل هذه المشاريع، خاصه في مجال الحرائق. نشوف الان انه توجد المادة الرمادية في الجزائر، وهناك محاولات عديدة لاستمالتها عن طريق سفارات أجنبية في الجزائر. لا تعتقد حان الوقت كذلك لمرافقة هؤلاء الشباب ضمن ربما تجمعات وكذلك مرافقتهم ضمن تعاونيات حتى لنجاحهم كذلك؟ حقيقة نحتاجهم، أولا نحتاج نشجعوهم كقدرات، لكن السوق الجزائرية والدول الجزائرية تحتاج المنتوجهم، تحتاج لاختراعاتهم، نحن أولى بها، وهذه الاختراعات هي من الهوية الجزائرية اللي راح تنافس بها الدول الجزائرية الدول الأخرى وتتفخر بها. بالعكس، ربما ساعات في تنظيمنا، في هيكلنا، في قوانيننا نتأخر نوعا ما، ربما نعيش بعض الظروف اللي تخلينا، لكن حاب نقول لك المخزون مخزون موجود، يحتاج جهد تنظيمي، جهد تشاوري، يعني قراءة الواقع كما راه، ما كان له نكذبه، لأنه متنجم تكذب. إلا قريت الواقع خطأ تروح للحل الخطأ، إلا قريت الواقع صح قد تروح للحل الخطأ، للحل الخطأ. فلذلك حاب نقولك مش من باب باش نفتخر ولا نباهي، وإنما نعيش حقائق. هذا بلدنا لازم نطوروه، بلدنا هو يليق يكون في مصف على الأقل 20 الدول اللي راهي الدول 20. ما لا نقبل، لا لازم الجزائري لا يقبل، وهو ينعم بهذا الاستقرار، وهو ينعم بهذا المعطيات، وهذا المخزون لا يقبل. لكن نكون بصراحة، نقول لك بكل صراحة، لما تسمع السيد الرئيس يتكلم، يعني أنا ربما كنت إطار، ربما كخبير، صح حقيقة ساعات الجزائري إن هو فقد ثقة في نفسه، يعني مخه يخمم وينتج ويبدع، لكن ما يستطيع يحرك اليد نتاعو باش يجسد هاك الإبداع. وين هي المؤسسات؟ وين هي الهياكل؟ وين هي الميكانيزمات؟ هذه هي الفضاءات البسيطة اللي لازم نجتهدوا باش نحطوها، اللي هي تروح تستقطب الشباب هذاك. استقطاب الشباب وترافقوا وتستعمل هاك المنتوج تاعو. استعمل هذا المنتوج. وموضوع آخر ربما تحدث عنه الرئيس، مسألة الاستثمار المحلي وإعطاء فتح الاستثمار المحلي على مصراعيه مع وجود قانون استثمار جديد كذلك. أستاذ صالح باللصيف، توجيه الاستثمار الخاص في الجزائر والاستثمار المحلي، تكلم الرئيس عن أفضلية للمستثمر المحلي مع مرافقته خاصة في الجوانب التشريعية والقانونية التي ربما تأخذ الحيز الأهم. أستاذ صالح باللصيف، والله هذه ملاحظة يعني حقيقية ربما هو قالها، يعيب علينا غيرنا خاصة سواء المستثمرين اللي يحبوا يستثمر عنا ولا أي استثمار، على أساس مع الناس استقرار في القوانين. لابد لنا من منظومة قانونية مستقرة، ومنظومة قانونية بسيطة، مش قانون يفسر قانون، مش قانون لازم له خبير باش يفسره، لازم له قانون، قانون واحد إداري يفسره المواطن يفهمه. فاحنا ساعات تلقى روحك أمام قوانين ما تعرفش وش هو وش حاب يقصده. فلذلك لابد من تبسيط وتحرير فعل الاستثمار. كاين استثمارات ما تحتاج حتى قوانين يعني كبيرة، على مستوى بلد يفروا فيه، فلازم لينا نخلقوا كاتيجوريزي لي زانفستيسمون. معناها نعاودوا نرتبوا الاستثمارات تاعنا وفق سله، هذه قال محليه، هذا كذا، هذا ربما يشتكي المستثمر، تفضل. ونخلوا الناس، نخلوا الناس تبدع، نخلوا الناس تلقى هي الطرق. نحن الدوله تعاون برك، توجه ترافق، لانه عندها سوق، وما نروحوش نستثمروا بعد لي سوق ماهوش منظم، لانه من بين المشاكل اللي تطلقها بعض الدول اللي استثمرت انها استثمرت لي سوق غير مش موجود. تروح تنتج حاجه وبعد ما تنجمش تبيعها، ولا تقول السيد بيعها انت، انت تنقلها، لا. ولذلك الانتاج حاجه والتسويق حاجه، لابد من تنظيم الاسواق، لابد من جعل هذه الاسواق جذابه، لابد من جعل هذه الاسواق المنتوجات فيها يعني تمر بسرعه. كل هذا يطرح لنا قضيه الوقت، مش نستثمر، متى نستثمر؟ كم الوقت اللي نستثمر فيه؟ نقعد 10 سنين؟ فلذلك انا يليق يعني نضيف
في التوجه تاع الوقت، كم وقت الاستثمار؟ المشكل كامل في الاستثمار في الجزائر وجاذبيتها وفي الوقت. كم من وقت باش دير هاتف؟ كم من وقت باش دير مثال الكهرباء؟ كم من وقت باش تحصل على القوى؟ هذا الفضاء نقولها بكل صراحة، فضاء ليس جذاب. مناخ الاستثمار في الجزائر ليس جذاب لا للجزائريين لا لغير الجزائريين، لكن هناك قدرات كبيرة، هناك مخزون كبير، هناك حتمية علينا، واجب علينا كجزائريين باش نقوموا بلدنا وباش ننتجوا وباش ننافسوا بها وباش نلقوا ربما بديل ولا رفيق للقوة على القصة تاعنا اللي تعتمد على تساؤل آخر أستاذ صالح بلوصي. نعم، بعدما تحدثنا عن الاستثمار تحدثنا على أهم ربما الإصلاحات التي تحدث عنها الرئيس الجمهورية، نأتي إلى مسألة تنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات. اليوم صادرات الجزائر ترتفع مقارنة بالسنة الماضية في حدود 4 مليار دولار، الوجوز إلى أسواق غرب أفريقيا في الدواء في الفلاحة. نعم، في الصناعات التحميلية يعني موجودة. هناك أسواق أستاذ صالح بلوصيف تحدث عنها، غرب إفريقيا، عن العمق الإفريقي. لا تعتقد أنه حتى وإن وصلنا متأخرين الجزائر يمكن لها ولوج؟ ما ناش متأخرين، قطع سل متأخر ويكون السعر تاعك منافس. لا لا لا، مش متأخرين، هذا سوق دولي. أنت مستهلك، أنت تخدم إلى سوق معين. إذا حبيت تخدم إفريقيا لازم تخدم النقل، النقل محدد أساسي في الأسعار، لأنه في الأخير نوعية مقابل سعر معين. وساعات كيما درك النظام الدولي الاقتصادي يعتمد على المنتوج المتنوع، يعني أنك تنتج بكثرة ما تنتجش بنوعية، فالسعر في الأخير يحدد النقل ماهوش الإنتاج. فكل هذا الهياكل، كل هذا التجهيزات الموجودة الآن لو كان نوظفوها توظيف حقيقي ونعمروا بلدنا ونتوجه نحو الإفريقيا، لأنه أسهل النقل هو النقل البري، أرخص نقل هو نقل البري، تقدر في يوم ليومين تقطع الجزائر، يومين راك في إفريقيا، ربما بالباخرة تقعد أكثر ولازمك آليات. والبر هذا طول التاريخ وهو طريق يعني يجمع إفريقيا ثقافيا، يجمع إفريقيا دينيا، يعني هم طرق مش غير تجارية، هي طرق روحية اللي نحييها ونتوجه نحو إفريقيا ونعيش بعدنا الحقيقي، وإن شاء الله يكون غير الخير. نعم، بعد الإفريقي للجزائر. ربما تساؤل آخر أستاذ صالح باللوصيف قبل أن نختم، الوقت داهمنا والحديث معك شيء حول أهم الملفات في الاقتصاد الجزائري. نتحدث اليوم عن تقلبات الأسواق وأسعار النفط والغاز. الغاز الجزائري اليوم مطلوب بقوة في السوق الأوروبية مع ضرورة إيفاء للأسف الشديد للعقود، ونحمد الله على ذلك أنه اقتصادنا مربوط بهذا الأمر. يعني وزيد له ذرك المحدد تاع كورونا، أكشفت أنت ذرك في النشرة تاعك الناس كلها تزت، يعني مجرد معلومة غير اكتشفه محور. أنا نظن نحتاج إلى تفاهم أكثر، نحتاج إلى تبسيط أكثر، نحتاج نعيش استثمارات صغيرة سهل إنشائها، ممكن تموت إعادة دفعها، ما هيش استثمارات كبيرة. ربما في الجانب الطاقي الجزائر مدربة يعني وعندها مكانتها، لكن هناك من الصناعات الصغيرة صغيرة جدا اللي تحتاج لازم تكون في كل بلدية في كل حي، كل حي خمم يصنع روحه. إيجاد الطريقة، إيجاد الشكل، أنا نظن من مهام رؤساء البلديات الآن إن شاء الله اللي راح يكونوا جدد وهم متحرين وجايين الجزائر الجديدة يخموا في هذا الشكل المحلي اللي ينبثق من الأحياء. واحد مهدد بالجوع يخليه يصرف هو. ربما تسأل أخير أستاذ صالح، تكلمت على البلديات وعلى الجماعات المحلية، ندرك حجم دور البلديات في التنمية الاقتصادية. كسؤال أخير، هل سنصل إلى بلديات فيها تنمية مستدامة وفيها اقتصاد وفيها مؤسسات صغيرة متوسطة؟ أنا مرتاح جدا. أنا شوف نعطي هلك خبير، أي إنسان يروح المرحلة وهو يحب يتخلى على أمور. نحن وصلنا المرحلة وين الجزائر قريب نضيعوا بلدنا، وقفنا وحافظنا عليها وقلنا نتخلوا على الفساد هذا ونتخلوا على راح نتخلوا تدريجيا، هذه حاجة ربحناها وهذه قيمة كبيرة. قيمة أنك ما تحملش تفسد، قيمة أنك تحب تخدم بلدك، تلقى الظروف برك. نظن راح تكون شوية مع الأول قوانين مقوانين، لكن إرادة الجزائريين أنا عندي فيها ثقة كبيرة. أنا مرتاح جدا. شكرا أستاذ. شوية كورونا، جات كورونا يعني لازم نعذر رواحنا، ولازم ديما أدعو الجزائريين حتى الخبراء. الآن كورونا ولا محدد من المحددات بالفعل. يكفي أنه ما خلناش نفرحه، ما خلكش حتى الجنازة بدلها، فبدل كل أشياء هذه. شوف الآن تصريحات الناس على جال أوميكرون هذا، ادخل للفيسبوك وادخل شوف. شكرا أستاذ صالح بلوصيف الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لكم لما قدمته في النشرة الاقتصادية. إذن قبل الختام نذكر بأهم ما جاء في النشرة.